السلام عليكم طلاب، رمضان كريم عليكم. إن شاء الله نسأل الله أن يفرج عنا، وإن شاء الله يكشف هذا الوباء عن جميع المسلمين، عن جميع العالم إن شاء الله. أنا دكتور مقداد رؤوف. إن شاء الله هاي محاضرة إضافية، وأعتقد راح تصير أخيرة، يعني لأن الكورس على نهايته. هاي المحاضرة يعني تتعلق بالكتابة. الموضوع مال المحاضرة هو الـ compound sentence. هذا يعني فد شيء إضافي لكم، فد شيء يعني أكو بعض النماذج مال الكتابة اللي إحنا تطرقنا لها خلال المحاضرة بيها compound sentence. يعني ما حبيت شيء بقرابض، يعني قلت اقترحت إنه نسوي المحاضرة. أنا حبيت أسويها وحدي حتى تكون مختصرة، وهي فد شيء يعني مو إلزامي 100%، بس فشي تستفادون منه أكيد يعني إن شاء الله. فاليوم المحاضرة مالتنا هي الـ compound sentences، يعني الجمل المركبة. إحنا خذنا بالمحاضرات خذنا الـ simple sentence اللي هي جملة بيها شنو فعل وفاعل. خوش، الـ compound sentence هي شنو؟ عبارة عن جملة متكونة من جملتين أو عبارتين أو أكثر. هسه بالتعريف مالتها، compound sentence include تتضمن two or more independent clauses، جملتين او اكثر او عبارتين مستقلتين او اكثر، linked by coordinate conjunction، مرتبطة by احد ال coordinate conjunction. شنو ال coordinate conjunction؟ هو then ال coordinate conjunction for nor or and but yet so. لان كل راح ناخذ عليهم امثله وشنو معناتهم. اللي أريد أقوله، الـ compound sentence تربط جملتين بنفس الزمن، بنفس الـ يعني بنفس التركيب. يعني مو واحدة مثلاً زمن ماضي واحدة زمن مضارع، لا، حنحاول يعني غالباً أو دائماً يكون الزمن هو زمن واحد. هسه راح نشوف الأمثلة. اللي الخلاصة من هاي السلايد إنه الـ compound sentence هي عبارة عن جملة تربط عبارتين بنفس الزمن باستخدام احد الـ coordinate conjunction اللي هو شنو مثلا الـ for، الـ nor، or، and، but، yet، so. ننتقل للسلايد الثاني. هاي من اكبر راح ندخل بالامثلة حتى ما تصير يعني المحاضرة طويلة. هسه اول coordinate conjunction هو and. طبعا نجي شنو نشوف شنو التركيب مال الجملة. عندنا هاي جملة simple sentence، I was in library، أنا كنت في المكتبة. هاي الجملة الثانية، Jimmy was in the classroom، جيمي كانت في الكلاسروم. هاي جملة مستقلة وهاي جملة مستقلة. من أخلي بيناتهم إذا بسويها جملة مركبة أربط and مثلا، إذا أختار and، إذا الآن هي تناسب الآن معناته هو أو بالإضافة إلى ذلك. مثل ما قلنا أيضا إنه الجملة أو الجملتين اللي نربطهن لازم تكون بنفس التركيب بنفس الزمن. هذا شيء مهم. أنا أقدر أكتب، ماكو أي مشكلة، I was in the library نقطة، Jimmy was in the classroom نقطة، ماكو أي مشكلة بكتابتك. بس الشيء اللي يعني الأفضل يعني، أو حتى تتعلم شيء جديد، أو حتى يعني كتابتك تكون رصينة وأقوى، شو تقول؟ I was in the library and Jimmy was in the classroom. طبعا هذا مثال بسيط من تتطور يعني الكتابة، أو من أنت عندك موضوع تكتب عنه هذا راح تحتاجه بكثرة. إذن أول مثال، I was in the library، فارزة قبل ال coordinate conjunction أخلي فارزة، أو بنهاية الجملة الأولى أخلي فارزة، and Jimmy was in the classroom. مجرد جملة عادية، simple sentence. ماكو أي مشكلة. قلنا الآن معناته بالإضافة إلى ذلك، أو خلينا نقول باللغة العربية. عندنا هي إز ساد، هاي جملة بسيطة، هي إز ساد. شنو الجملة الثانية؟ هيز بارنت آر فايتينج، هي إز ساد هو حزين، هيز بارنت آر فايتينج، والديه يعني يتشاجرون خلينا نقول، أو يتعاركون. طبعا هاي أنا ناسي كل نهاية الجملة كل نقطة لازم، أنا ما خال يعني ما عاد خال بيها نقطة. المفروض كل نهاية الجملة بيها نقطة. هاي جملة واحدة، هاي كلها جملة واحدة، هاي جملة واحدة أو عبارة واحدة. ف
نرجع للمثال هي is sad his parents are fighting. هنا شنو الكوردينيت كونجكشن هو for. الفور شنو معناته؟ معناته خلينا نقول بالعربي the reason behind او السبب لذلك او السبب او خلينا نقول لغتنا الدارجه بسبب او لانه او يعني شنو السبب اللي صار هي الساد يعني هو حزين لان his parents are fighting أبوي يتعاركون. إذا نرجع نفسخ الجملة هنقول the compound sentence هي كلها he is sad for his parents are fighting نقطة. هاي جملة بسيطة. ال coordinate conjunction أو أداة الربط شنو هي for his part are his parents are fighting. هاي الجملة الثانية بسيطة ماكو أي تعقيد فشي كلش حلو كلش بسيط. تقدر طبعا تصير أكثر من جملة بس هسه احنا كلش نكتفي بهاي المعلومة أو بهالتركيب. المثال الثالث I will go to Lily house. أنا سوف أذهب to Lily house. الجملة الثانية البسيطة I will go shopping. طبعا المفروض هنا نقطة حتى تصير يعني الجملة مركبة كاملة ما فيها أي نقص. إذا الجملة البسيطة الثانية I will go shopping هنا قلنا I will go to Lily house. شوف الزمن نفسه شوف التركيب نفسه زين. هسه شنو عندنا ربطت هاي الجملة بهاي الجملة بالكونجيجيت كوردينيت أو أداة الربط or خوش وخلينا فارزة بعد نهاية الجملة الأولى. هاي صارت جملة مركبة من نقراها I will go to Lily house or I will go shopping. هاي جملة مركبة أول معناتها واضح أعتقد للجميع أنه معناتها أو إما أو يعني ما أنا أذهب إلى ليلي هاوس أو أنا أذهب للتسوق. زين المثال الرابع عندنا شنو هم جملة بسيطة عندنا هنا سو جملة ثانية بسيطة. زين هنا سو شوية راح نوقف عليها. السو معناتها نتيجة لذلك so نتيجة لذلك وهي قريبة على الفور. هسه راح ناخذ الفور. الفور لا احنا اخذنا الفور العفو اخذنا الفور معناته والسبب والسبب ذلك. so نتيجة لذلك يعني so as result as or consequences of. so معناته نتيجة لذلك مثلا احمد تعبان نتيجة لذلك هو راح للنوم مثلا هيك نقول فذاك نفهم. بالفور لا احمد كان تعبان ليش؟ لانه اشتغل. الفور شنو السبب؟ تعبان لانه اشتغل بجد مثلا نقول هيك. هذا لازم شوية تميز به يعني. نجي للمثال قلنا هاي جملة بسيطة لورا did not go with her parents. لورا لم تذهب didn't go لم تذهب with her parents مع أبويها يعني. الجملة الثانية she just cleaned the entire house. هي فقط نظفت يعني كامل البيت أو entire house يعني البيت كامل. شوف هنا الزمن نفسه زمن نفسه زين. شنو أخلي so نتيجة لذلك يعني لأنها فقط بالبيت أو شيء لم تذهب مع أبويها هي نظفت البيت كامل يعني نتيجة لهذا السبب الأول هي نظفت البيت ماشي. أو مثل ما ضربنا لكم أحمد تعبان so he go to sleep. هذا so أحمد تعبان for شنو السبب؟ for السبب شنو السبب؟ لأنه اشتغل بجد. أحمد خلينا نقول إذا أريد يعني نحكي بالإنجليزي أحمد was tired for his hard work or for his exhausted work لأن عمله متعب. هذا for شنو السبب؟ أحمد لا أريد نقول so أحمد was tired أحمد كان تعبان so نتيجة لذلك so he went to sleep هو ذهب إلى النوم. زين نكمل الأمثلة. عندنا هاي البط راح ناخذ الجملة المركبة مع بط. طبعا قلنا كلها لازم بيها نقاط كلها لازم بيها نقاط نهاية الجملة أو لازم نقطة.
هي كان هي س نجي هاي الجملة simple sentence. He can sing well. هو كان يقدر يستطيع الغناء بصورة جيدة. He doesn't know how to dance. هو لا يستطيع معرفة الرقص أو خلينا نقول ما يستطيع أن يرقص. He doesn't know how to dance. هو لا يستطيع الغناء بصورة جيدة. هو لا يستطيع الرقص. هنا شنو أفضل شيء نجيب بط بط. هي البط معناتها شنو؟ البط معناتها ولكن. ليت نفسه قريب على البط بس ليت معناتها فد شيء قريب كلش عليه. معناتها مثلا خلينا نضرب هالشيء بالأمثلة العربية. بالرغم من مثلا انه غني هو مثلا ما يصرف، يعني هو بخيل. بالرغم انه غني هو بخيل مثلا. البط لا، فد شيء معاكس، يعني هو يعرف الغناء بس ما يعرف الرقص. اليت يت واي اي تي يت هو يعرف مثلا الغناء بس هو مثلا يت هي دونت وانت تو سينج، يعني هو ما يريد يغني. البط فشي معاكس. واضح ان شاء الله؟ يعني اعتقد الفكره واضحه. هسه نجي نقرا الجمله او المثال ببط. He can't sing well. هو لا يستطيع هو يستطيع الغناء بارزة. But he doesn't know how to dance. هاي جملة مركبة. She doesn't نروح للمثال اللي بعده. She doesn't know how to write. هي هنا عندنا شنو؟ بس قبل لا نروح يعني بالمثال، هنا عندنا النور. النور شوية التركيب مالتها يختلف شوية بس النور تركيبها يختلف، والباقي كله نفس القاعدة. النور من تجي بعدها الجملة الثانية simple sentence. المفروض هاي simple sentence شو يصير؟ she doesn't know how to read. she doesn't know how to read. عندنا الجملة الأولى she doesn't know how to write. هي لا تستطيع لا تستطيع معرفة الكتابة أو هو كيف تكتب. هي لا تستطيع كيف يعني أن تكتب. ولا نور معناتها ولا، يعني هاي الجملة منفية تربط جملتين منفية. بس شنو التغيير اللي قلت بيه؟ بدل ما نقول she does know how to read، شو تصير؟ تتقدم ال does تتقدم على ال subject على الفاعل. does الفعل المساعد يتقدم على الفاعل وما نحتاج نفي هنا. يعني خلينا نرجع نلخص هذا المثال. she doesn't know how to write. هي ما تستطيع معرفة الكتابة أو هي ما تقدر تعرف كيف تكتب. هي ما تقدر تعرف كيف تكتب. هنا شو نقول؟ إذا بالأصل she does know how to read، هي تعرف أن تقرأ. بس من نجيب nor. nor معناتها مثلا ولا أو معناتها قريبة على not. شو يصير؟ nor أجيب ال does، أجيب ال does قبل الفاعل. does قبل she. does she know how to read. شو يصير؟ nor does. nor does she know how to read. يعني إذا أريد نقرأها بصورة كاملة كجملة مركبة compound sentence. she doesn't know how to write nor does she know how to read. هنا بس ال nor فيها فرق. nor does يعني nor do nor يعني will مثلا. شنو الفعل المساعد؟ يجي. واضحة إن شاء الله. she didn't المثال اللي بعده هنا هذا تقريبا خلصنا. هنا غطينا قلنا بس اليت ما مذكورة. هنا اليت هي قريبة على البط، يعني قريبة كلش على البط، يعني فرق كلش قليل بين البط واليت. هنا عندنا بس مثالين اللي بين الفور والسو. مثل ما قلنا أحمد مثلا تعبان. فور شنو السبب؟ فور يعني معناه السبب إنه مثلا اشتغل بجد أو هو عمل متعب. وعندنا سو مثلا قلنا أحمد تعبان. سو هي went to sleep أو هي هو ذهب للنوم. نعم مثال هذا اللي جاي نوضح لنا الفور والسو الفرق بيناتهم. she didn't attend class. هي لم تحضر الحصة أو الدرس. هنقول she played her favorite computer game. هي لعبة favorite computer game يعني اللعبة الألعاب الإلكترونية المفضلة لها. زين هنا الفور شنو قلنا؟ معناتها سبب. هي لم تحضر الكلاس
السبب انه ظلت يعني لعبه الفابريك جيم، اللعبه الفابريك كمبيوتر جيم، لعبه الالعاب الالكترونيه المفضله لها. هنا لا، she didn't attend class، هي لم تحضر، نفس الجمله سنتين بالمثال اللي قبله. So والسبب وعليه او النتيجه على ذلك، she played her favorite game، يعني هي ما حضرت الحصه مالتها، ونتيجه لذلك هي راحت لعبت الفيفورت جيم. هنا سبب، هنا هذا، هنا مثال، هنا الاول سبب، هنا المثال الثاني هو شنو؟ المثال الثاني هو نتيجه. هنا انا كاتب يعني for means، هنا بالمثال الاول for means the reason behind that is، السبب behind انه لم تحضر الحصه، she didn't attend class، she played her favorite computer game، ظلت تلعب يعني التهت عن الحصه. هنا نقول السبب انه التهت عن الحصه. بالمثال اللي بعده she didn't attend class، هنا شنو سو؟ سو مين؟ اسأل زلت، اسأل زلت، نتيجة لذلك يعني هي ما حضرت الحصة، نتيجة لذلك هي ظلت تلعب هي الفايبرت الكمبيوتر جيم، هنا كمبيوتر جيم مفروض نفسها. أتمنى أن تكون واضحة، وإذا عندكم استفسار يعني دزوا لي. نكمل أكو أعتقد هنا أنا شنو؟ مثل ما قلنا بالبداية، هنا أكو بعض الجمل المركبة بالنماذج مال الرايتنج اللي أعطيناكم إياها، فحتى يعني تصير واضحة انتم شلون تكتبون، ما اريد واحد يكتب وعده شيء مو واضح يعني. فاني سويت جبت هذا الامبورتنس اوف سبورت، يعني اهمية الرياضة، جبت هذا الموضوع دخلته بهاي يعني حتى نشرح عليه هاي المحاضرة الكوباوند سنتنس حتى نشرح عليه. هنا عندنا مثلا امثلة، هسه انا ما علي علاقة بالبداية، عندنا امثلة اللي هاي مسوي لها تضليل حتى يصير واضح عندك الكومباوند سنتنس. مثلا هنا sport is the best way to be involved in physical activities، الرياضة هي من أحد يعني الرياضة هي طريقة مثلى لأن يعني كون تشارك أو أنه تشارك في الفعاليات خلينا نقول الفيزيائية للجسم يعني. طبعا moreover ضافنا إلى ذلك it is great to go on the sport starting from early childhood on a regular basis، انه الافضل او انه قد شيء عظيم اذا انت تشارك بالرياضة من خلال مراحل مبكرة بالعمر يعني خلينا نقول بفترات منتظمة او قواعد منتظمة. هسه راح نجي هنا هاي compound sentence people، خلي نغير اللون شوية لان انا people involved and sport gain additional strength، هاي جملة شنو؟ simple sentence، هي كلها جملة مركبة بس هذا الجزء هو simple sentence. people involved in sport gain additional strength، الناس اللي يشاركون بالرياضات gain يحصلون على قوة إضافية أو يعني مرونة أو لياقة إضافية. زين هنا هذا شنو هنا؟ conjunction coordinate يعني أداة ربط and هنا مرات يعني لسهولة الكتابة أو خلينا نقول شلون احنا عندنا البلاغة أو عندنا شلون قوة الكتابة، ما يحتاج نكرر الفاعل يعني and هنا people involved in sporting improve يعني هذا كله شوفوا هذا كله فاعل. people involved in sport gain additional strength، إذا أكتب simple sentence شنقول؟ people involved in sport gain additional strength نقطة. دور شنو؟ الجملة الثانية عيد نفس الفاعل people involved in sport improve health greatly، الناس اللي يتشاركون بالرياضة يحسنون صحتهم بصورة يعني عظيمة بصورة رائعة. شو سوى هنا هو يعني بالكتابة شو نسوي؟ نحذف هذا، ما يحتاج أنا أقول people involved in sport، people involved in sport ما يحتاج أكرر هذا. people involved in sport gain additional strength and improve health greatly،
الأفضل الأفضل هنا تحط فارزة، الأفضل يعني تحطون فارزة. بعض يعني بعض المصادر يقول ما يحتاج فارزة، بعض المصادر يقول لازم فارزة. انتقل للجملة الثانية. خلينا نقول زين، راح أبدأ منها. You can test your luck and the power of the of your desire to win as well. هنا يقول هنا الآن، هنا الآن ما جاية يعني جملة مع العطف جملة على جملة. أكو آن مثلا شو نقول I want shopping and visit my لا I want shopping and نقول أني يعني I study and I read and write. أنا أقرأ وأكتب. هنا الآن ما تربط جملة بجملة. هنا شو نقول I you can test your luck and power. Your luck هاي هذا في الاسم اللي يعني حظك and the power. Your luck and power وقدرتك. Of your desire to win as well. لرغبتك على الفوز كذلك. You can test your luck. يمكن أن تختبر حظك وقوتك. Of your desire ورغبتك to win as well. للفوز كذلك. هسه احنا هاي الجملة يعني بسيطة ما بها مو جملة مركبة. نرجع شنو؟ عندي موضوعنا الجملة المركبة. Sport na sport improve sports الرياضات improve your life significantly تحسن حياتك او حياة our life sorry تحسن حياتنا significantly بصورة رائعة او بصورة مميزة. هنقوله هذا جملة بسيطة. هنا الجملة الثانية قلنا make us stronger and clever يعني شنو sports شنو الفاعل sport هنا حذفه ما يحتاج يكرره. Sports improve يعني هنا اكو فاعل شنو sport وهاي الكلمة هي الفاعل نعرف المفروض تجي. Sports make us grow stronger and clever. فلا نريد يربط جملتين simple sentence with the coordinate conjunction في جهة يوخر الفاعل هنا ويكمل الجملة الثانية. يعني يقول sport improve our life significantly and make us stronger and clever. هنا شوف هاي الآن ربطت صفة بصفة. هنا هاي مو جملة، هاي صفة. الآن تشتغل بين الصفات بين الأسماء بين الأفعال وأيضا تشتغل بين الجمل، تربط جملة تعطيك جملتين simple تعطيك compound sentence. يعني أنا تقريبا يعني أخذت هاي الأمثلة أعتقد يعني الفكرة صارت واضحة. هسه راح يعني أكو هذا شلون الهومورك طبعا أنا حاله بالسلايد اللي بعده. فأتمنى أنه تحاول شنو تحلوه. يعني المطلوب بهذا الهومورك شو يقول لك connect for rec independent clause العبارة المستقلة أو يعني independent مستقلة يعني كاملة independent clause using the correct coordinate conjunction مستخدما يعني المناسب coordinate conjunction ذات الربط المناسب. يعني تاخذ منها مثلا I did something wrong انا فعلت شيء خطأ تكون تاخذ فد شيء من ذني اللي يناسبها وما تقول هي سيك لا مو هي سيك I'm also a singer ما له علاقة زين كون وتختار فشي يعني من المعنى كون تربط وتجيب مع شنو من أداة الربط المناسبة. طبعا أنا حالنا هذا حالي راح أشوفكم الحال هنا موجود. أتمنى لكم التوفيق والنجاح. وقلت هذا فشي يعني مو إلزامي بس أتمنى أشوفه بكتابتكم سواء بالكويز أو بالامتحان النهائي. ونتمنى لكم التوفيق وإن شاء الله رمضان كريم عليكم وإن شاء الله تقبل طاعاتكم وإن شاء الله نجاح ونشوفكم إن شاء الله بأعلى المراتب. أنا الدكتور مقداد رؤوف درس مادة اللغة الإنجليزية مرحلة ثانية. شكرا جزيلا لكم بالتوفيق إن شاء الله.